السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء إخوان، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير جميعا. صباحكم مبروك. سلسلة الأحد، اليوم الأحد 14 أبريل. إن شاء الله نبارطاجي معكم اليوم واحد من غير الدورة ديال المعلومات على الإلفاج، بارطاجي معكم واحد النقطة مهمة جدا، جوج نقاط هما في الحقيقة. النقطة الأولى ديال الباطي اللي كنعطيو للفريخات، سورتو خصوصا في هاد الظرفيه ديال بين التفريخه والتفريخ من كيبداو الاولاد يطيحوا. والنقطه الثانيه هو بحال العاده، انا عندي في هاد السنه، في هاد الفتره ديال السنه كتكون عندي واحد الفتره ديال الخدمه اللي كنكون فيها، عندي بزاف ديال الخدمه وما كنقدر ما ندخلش عند الدور، كندخل عندهم مره في النهار عكس العادة اللي هي جوج مرات في النهار. كنقدر ندخل دابا عند الطيور غير مرة في اليوم، وهاد المرة في اليوم كتكون في هاد الفترة هادي كتكون أغلبية الوقت في العشية، إذا ما كنشوفش الطيور أنا نهار كامل حتى كنعاود نرجع عندهم. طبعا المهم كاينين هذا اللي يقدر يطلع على الفراخ غير يطلع عليهم، ولكن الماكلة ولا هذا ما كنعطيهاش لهم أنا مرة في النهار. اذا ضروري كما كنقولوا دائما من كنغيروا واحد الروتين ديالنا اليومي، ضروري اننا نوجدوا الطيور لهذاك الروتين اليومي اللي غادي نغيروا، اللي غيولي روتين ديال واحد الاسبوع ولا انا عندي 10 ايام. اذا كي هاد 10 ايام ما خصش ماشي نكون مولف الطيور، واحد ندخل عندهم جوج مرات في النهار، ندخل نعطيهم الصباح الماكله، حتى نولي من اليوم الغدين ولا نعطيهم غير العشيه. اذا نحاولوا ما امكن اننا نوجدوا الطيور باش ان يكون القصور اقل، ما كنقولش ما كيكونش قصور لكن كيكونوا قصور اقل. اذا النقطه الاولى اللي هي مهمه اللي بغيت نهضر عليها اولا قبل كل شيء، دابا انا درت عطيت الباطي هو كما كتعرفوا كنكونوا مشغولين مع الفراخ اللي نازلين من العش، الفراخ اللي كاينين في العش، الوليدات الصغار الى اخره، كنكونوا مشغولين بزاف وفرحانين وهذا، والاولويه عندنا هما هادو، وبعض المرات كننساو هذوك الفراخ اللي كيكونوا باقين ما خرجوش من العش، وكننساو كاع الفراخ اللي ممكن مازال ما فقصوش، البيض مازال ما فقصش، وكننساو الفراخ اللي ما عندهمش الكبار، زعما لي زادوت اللي ما عندهمش الاولاد كاع. يا اما هنا نشوفوا حالات بالضبط، يا اما كيكونوا مثلا مازال ما فرخوش الفريخه الاولى، خرجت خاويه ولا فراخ جداد الى اخره، ولا باقي ما وجدوش، ما كنساوهم الباطي، كنكونوا نعطيهم مره في اسبوع ولا ما كنعطيهمش كاع. علاش كنتسناو انه يخرجوا الاولاد من البيض عاد نبداو نعطيو؟ لا، شيء خاطئ، لان الفراخ من كتوشد كتوصل لهاد الفتره هذه التزاوج خصها تكون كامله كتاكل نفس الماكله، طبعا كميات قليلة ولا أقل بالنسبة للطيور اللي عندوش الأولاد، لأن باش يستافدوا منهم غير هما، لأن الطيور اللي عندهم الأولاد كنذكروا أنهم كيوكلوا بزاف، علاش؟ لأن كتاكل وكتمشي توكل، أما اللي هي ما عندها لا ولاد لا والو راه كتاكل غير هي. يعني باش نعطيو أمثلة حية باش نفهموا شنو بغيت نقصد، كنكونوا فرقنا لنفرض فرقنا هاد الزوج هذا، فرقنا الذكر مع ولده، راه هو ولده لهيه والأنثى، خلينا لها البيض ديالها، راه عندها البيض ديالها قرقعي. التفريخة الثانية، إذا مين كنفرق الذكر مع الولد ديالو، أنا أولا ولدي كيكون كيبدا كيدير كندير لهم هاديك الطويصة لتحت باش كيمشي ياكل فيها، هاديك الطاسات المهمة باش كيمشي ياكل فيها، على أساس أنها كتولفو أنه يمشي ينقب لتحت في الأرض، ريتما أنه يمشي للفوليير. مين كيمشي للفوليرات كندير لهم هاديك نفس الطاسة كتكون لتحت باش أنه كيمشي ينقب راسو، حيت كيشوف باه كينقب. خاصو الولد كيتعلم من الوالدين ديالو، كيشوفو كيمشي كينقب لتحت كيمشي يدير بحالو. اذا الا حطيتي ليه هذيك الطويصه لتحت راه كتسهل عليه الاموريه، حيت هاد الطاسات اللي كيكونوا معلقين صعيب بعض المرات انه يمشي يدخل ويخشي راسو، ما كاين اللي كيمشي ماشي مشكل. اذا مين كنعزل انا الذكر على الانثى ديالو وكنخلي معاهم ولادهم ولا ولدو، في هاد الحاله راه كاين الولد واحد، الانثى كندير لها حتى هي الباطي ديالها. علاش؟ اولا ان الانثى كانت مولفه توكل الولد ديالها، ماشي انا فطمت عليها اليوم، البارح كانت كتوكلو واليوم ما عندهاش الباطي باش توكلو، لان الولد يقدر يعيط ليها عن طريق الكرياج، من كيعيط ليها خاصها توكل، لا كان الذكر كيوكل راه غادي يمشي يوكل، ولكن لا كان الذكر شويه خامول ما كيوكلش تما كتكون المشكل، وكيولي الانثى باغا توكل الولد وما عندهاش باش توكلو،
انت كنتي كتعطي الباتي كل نهار، ملي كان الدري تزاد والولد تزاد وتا دار 20 يوم ولا دا ولا 25 يوم باش فرقتي ولا جاو شكون واحد كيفاش كيفرق، جيتي انت حيدتي ليها وخليتي ليها غير الزوان، عشان تمشي توكل توكل بالزوان، واش مزيان الزوان راه ما مزيانش الزوان. اذا هنا كنحاولوا ما امكن اننا نعطيو الانثى، نخليو الانثى عندها الباتي ديالها، باش انها اولا كما قلت توكل الولد ديالها الى عيط ليها، وثانيا هي يلاه بيضات التفريخه عندها الثانيه. اذا المجهود اللي دارته مع الولد الاولين ولا الولاد الاولين ودابا عندها بيض، خاصها تعاود ترد هذاك المجهود تردو، وتعاود ترد كاع داكشي اللي استعملته باش خرجات البيض الثاني، وخاصها ترتاح. اذا خاصها الماكله. كنعرفوا جميعا ان سميتهم الطيور الاناث ملي كيكونوا حاضنين راه ما كيكونوش كيتحركوا بزاف، كتكون حاضنه اذا كان مع الذكر راه كيجي وكلها، ما كانش مع الذكر في هذه الحاله راه ما معاش الذكر، اذا كتخرج هي تاكل مره هذيك مره من كتخرج راه خاصها تاخذ داكشي اللي خاصها في كمكملات غذائيه، ماشي تخرج تلقى غير الزوان والماء. علاش؟ لان انت كتقتصد على الباطي، كتقول ماشي مشكل راه ما عندهاش دابا الاولاد، ماشي مشكل عطيها غير الزوان والماء ومره في اسبوع نعطيها الباطي. لا، هي كانت مولفه اصلا مره في اسبوع قبل ما توصل وقت التزاوج، وطلعنا ليها جوج مرات في اسبوع، ثلاث مرات تدريجيا، توصلناها كل يوم، ما يمكنش تردها دابا انت من كل يوم تردها المره الاسبوع، راه امبوسيبل. اذا هنا كيوليو مشاكل، كتقول لك لا النتوى ماتت على البيض، بيضات البيضه الرابعه وماتت، ولا النتوى ما زحفات، ولا النتوى ما بيض خرج خاوي الى اخره. انت دابا الا كنتي مولفه واحد الريجيم راه خصك تبقى غادي معاه بهذاك الريجيم. مثال ثاني كان عندنا عقلتو في ليرفاج واحد الانثى، هاد الانثى كانت كتبرك بلا بيض، ما عندهاش البيض، وكنا كنقولوا راه مهم ممكن باركه مسخنه العش كما كنقولوا. الحمد لله واخا بلا بيض كنت كنعطيها الباطي كل يوم، ملي كنعطي الاخرين كنعطي كميه صغيره. حاليا راه بيضات، راه عندها اربعه ديال البيضات، عندها اربعه ديال البيضات، عرفت واش تموت ولا ما عندها اربعه ديال البيضات، راه كيبان وقيله الحمد لله. علاش؟ لان ماشي حيت ما واجداش ولا ما كنصبيتش منعها من البادره، ماشي عقوبه. اذا بغيتي انت تنتظر وكتمنى انها ممكن تخدم راه خصك تعطيها الباطي، توجدها غير الباطي. الحمد لله الساعه راه الباطي، واش عامر ما عامرش داك البيض هذيك مساله اخرى، حنا غادي نشوفوا من بعد ديك الساعه من نقلبوا البيض. هذا مثال ثاني. مثال ثالث كانت عندي انثى ماتت ليا في هذا العش هذا اللي عقلته، كان عندها الاولاد، المهم ما عرفتش واش وريتها ولا ما وريتهاش، المهم كانت توفات وخرجتها ودخلت انثى اخرى. هذه الانثى اخرى اللي دخلت هي هذه كونسور، راه هي دورات العش، لكن نفس المشكل. هذه الانثى كانت مع الاناث اللي هما سكور، هذه الاناث اللي هما سكور من كتكونوا سكور، ماشي كيكونوا سكور تاهما بالزوان والماء، راه تاهما خاصهم الباطي ديالهم وخاصهم تاهما. علاش؟ لان انت كتنتظر منهم اي لحظه انك تهزهم وتخدم بهم، اذا هذيك اي لحظه ما خصك تهزها تحطها، لان عنده نفس ساعات الاضاءه، اذا راهم واجدين من ناحيه الاضاءه. الوقاق من ناحيه الريجيم اليمونتير، الا جبتيهم هما عندهم اضاءه مزيانه وجبتيهم انت وحطيتيهم في 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 في, في القفص ديالهم بغيتيهم تخدم بهم وهما ما واكلينش، اذا راه ما تنتظرش منها انها غادا تجمع العش وتبيض. هنا درتها هي الحمد لله دورات العش، وتا هي كنعطيها الباطي، ريتما انها تبيض كنعطيها الباطي، نقدر نعطيها ثلاث مرات في الاسبوع، اربع مرات في الاسبوع، ماشي مشكل، ولكن غير بكميه قليله، قد تاكل ذاك الباطي كتبقى تاكلو، فهمتي؟ وقدام طلعتها هي يوميا ماشي مشكل، حتى كميه قليله راه كتقدر تطيح بحركة، هذا كافي، في النهار كافي، لان ما عندها لا ولاد لا والو، ما عندها ما توكل، فهمتي؟ عاد تاكل غير هي داك الشيء اللي عاد تاخذو، عاد تاخذو الباس ديالها هي. هذه الثانيه. الثالثه هو انثى قرقه، حطات البيض وقرقه بحال هاد الاناث، ها هما ها هي دابا قرقه، راه مازال ما فقساتش، كنقولوا ماشي مشكل، تا تقرب تفقس هذيك اليومين ونعطيوها الباطي. لا، حتى هي خاصها كل يوم، دابا مازال ما عطيتهمش، هاد الشياطه اللي باقا هنا راه هي اللي ماشي شياطه، زعما ملي كندور عليها هذا كنخليها كنخلي حتى الاخر وكنعطيهم. هما هادو، ها هما انتم اللي شفتو جلوف ديال البارح، ها هما غران جيرمي والبيض الى اخره، بحال الاخرين. علاش؟ لان الانثى الا بقيتي انت كتسناها حتى وكان تبيض ولا تقيك يومين على تفقات عاد تعطيها، راه ما كتكونش مولفه هذاك الباطي،
انت ما تنتظرش، وانت الا ما كانتش مولفه الباطي ما تنتظرش منها انها توكل بالباطي من يخرجوا الاولاد. من يخرج الاولاد خاصها تكون عندها المعتاده لهذاك الباطي، انها كتشوفو كتاكلو باش انها تمشي توكل به. سينو راه اللي غيوقع هو انها من غتعطيها انت الباطي راه غادا تمشي غادا توكل بالزوان وغتخلي لك الباطي. وهنا كنقولوا لا راه الباطي ما خايب ما مزيانش، اللي بعليا الباطي راه باطي عيان. لا الباطي خصك تولفو ليهم انت. انا حاليا كنخدم غير الباطي ديالي، انا كنصوبو راسي، ما كنمشيش باطي ديال الزنقه، كنصوبو راسي الحمد لله. ولكن راه من 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 البداله وانا جاي معاهم بنفس الباطي وكنولفو لهم والى اخره. اذا هنا مهم جدا اننا ما ننتظروش يومين قبل باش نبداو نعطيو الباطي. نعطيو الباطي بحال راه عندها الاولاد بكميه قليله، وكاين اللي غايقول لك لا راه الذكر، وفعلا كاين اللي الذكر كياكل وكيشحم بحال عندي هذا الذكر هذا. هو تبارك الله كياكل وكيريح لتحت. هذا راه بيض وخرج خاوي الاول الاولى، والثاني انا كنتسنى نعاود نقلبو. الا عندك مشكل في هذه الحالات مثلا في هذه بحال هاد الذكور هذو اللي كيشحموا، خرجوا من الفولير. ملي تكون انت ما عندكش الاولاد وقرقا زعما راه صافي هو رقدا غرضو، خرجوا وديروه في الفولير خليه يطير، وانت عطيها الباطي ديالها. هو بغيتي تنقص ليه من الباطي نقص ليه شويه من الباطي، ماشي مشكل. هو خصو الحركه ماشي الباطي. هاد الماكله راه كنعرفو حنا الا كلينا وحرقنا راه ماشي مشكل. المشكل ملي كتاكل وما كتحركش داكشي اللي كتاكل. اذا نفس الشيء بالنسبه للفراخ اللي كديرو في الفوليره، راه كيمشي كيجري كيطير في القفز، راه كيحرق هذاك الشيء اللي كياكل. اذا هذه نقطه، هذه نقطه مهمه، وكنظن هادو هما الامثله اللي كاينين. لان مهم جدا اننا كما قلت نحافظوا على هذاك الباطي، ماشي نبقاو نعطيو الباطي غير وقت ما بغينا. الطيور خاصهم باطي، خاصهم مكملات غذائيه ديالهم. علاش؟ لان كيوليو مشاكل ديك الساعه في الفقس، كيوليو مشاكل في البيض الداخل. كيفاش كيكون بعد البيض اصلا؟ كاين اللي كيتبيض ليه بيضه صغيره كيقول لك البيضه صغيوره، وانت البيضه ما عندها لا كالسيوم لا فيتامينات لا بروتينات باش تصوب داكشي اللي خصو كيصوبوا به البيض، ما عندهاش. اش كتنتظر منها انت؟ هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية اللي بغيت نبارطاجي معكم هو كما قلت أنا عندي دابا ظروف العمل، أنني كنغبر على الطيور، كندخل عندهم مرة ونقدر ندخل عندهم غير العشية. حيت الصباح ملي كنخرج الصباح بكري كيكونوا الطيور باقيين ما فاقوش، إذا كندخل عندهم العشية. ملي كندخل العشية خاصني نعطيهم كل شيء، نعطيهم الباطي، نعطيهم الماء، نعطيهم الميلونج ديال الماكلة، ونبدل البيض، نحيد العشاش إلى آخره. فهاد الفتره هادي ديال البيض التفريخه والتفريخه، انا جاتني دابا مع الاسف جاتني في هاد الفتره هادي. يعني كما كتعرفوا كيكونوا النساوي كيبغيو يبداو يوجدوا العش الثاني. اذا هادي مهمه جدا، واخا يكونوا الاولاد باقيين صغار بحال دابا الوليدات هما هاد العمر هذا، دير الانثى عش وعطيها الخيش على تيساع باش انها توجد العش ديالها. راه كاين اللي كتوجد كاين اللي كتنزف ولادها. ها انتم كتشوفوا هنا راه الريش ديال الاولاد اللي راه نتفات واحد، رغم انها عندها قطن، عندها هذا العش ديالها خاوي مازال ما بغات كاع توصل ليه. كاين اللي فيهم هذاك الشيء ديال النتيف ما عندها ما نديرو، هذاك الشيء ديال الجينات. المهم الانثى عطيها العش باش انها انتما الوليدات هما راه كاينين، كنعطيها عش اخر ليه. هذا من جهه باش انك ملي كتكون كتدخل على، علاش كنهضر على هذه النقطه هذه، ملي كتكون كتدخل على الطيور جمرات في النهار تاعهم كتلاحظ واش الانثى باغا تدور العش الى اخره. كتقدر دير تغطيها العش ديك الساعه وسط النهار ولا تزيد ليها الخيش. ملي كتكون عاد غبر على الطيور نهار كامل، انك ملي كتجي تدخل عندهم العشيه، الا كانت شي انثى كانت باغا تصاوب العش ديالها النهار كامل وما عندهاش الخيط، راه كتضر الاولاد. اذا هنا كنحاولوا ما امكن اننا نعطيوها هذا قبل ما نوصلوا لهذه الفتره هذه اللي كنغبروا عليهم، ولا كان زعما ما كنخرجوش عندهم بزاف، نكونوا بدينا معاهم انهم بداو كيوجدوا العش ديالهم وعندهم الخيط وعندهم هذا. وكتبقى ديك الساعه مسائل ديال الله سبحانه وتعالى. الا بغات انها تنتف راه تنتف ولادها، ماشي مشكل. النقطه ديال الماكله مهمه جدا. الباطي اولا، الباطي ملي تكون كتطير الباطي معتاد، كتطير الباطي انت شويه فازق، من تبغي تعطيه دابا الباطي مره في النهار خصك تعطيه ناشف. ملي كنقول ناشف انه ما امكن داكشي اللي كدير فيه انت كديرو كيكون فازق، بحال دابا انا كندير الكرين جيرمي ولا هذا يكونوا ناشفين، ولا كندير هربل وكينوا ماشي نخرجهم من المونديوم في الباطي، نخليهم يتسقطروا. انا كنديرهم بالليل باش نخليهم بالليل كامل يتسقطروا. علاش؟ ان الصباح ملي كتخدم بهم كيكونوا ناشفين، راه مرطبين ولكن ناشفين. طو دو ميديتي ديالهم، ذكر النسبه الرطوبه اللي فيهم ما كتكونش كثيره بزاف.
باش اننا ما نطيحوش في مشكل ديال ان الطيور مي كي يبقى عندهم الباطي النهار كامل، لان حنا قلنا زعما كندخل عندهم غير مره في النهار، النهار كامل كتدخل عندهم لعطيتيهم باطي فازك راه كيعفن، لان الباطي كيبقى لتحت اللي كان فازك كيعفن، كل ما كان ناشف كل ما احسن. هذه اول نقطه. ثاني نقطه ان الباطي خصنا نعطيه بوفره. علاش بوفره؟ على اساس انه نهار كامل كنعطيهم بحال دابا قلنا انا بالليل نعطيهم بالليل، ما نعاودش ندخل عندهم حتى الليل مثلا، نعطيهم قبل ما يبيتوا غنحاول ما امكن ان نعطل عليهم مثلا 8 الليل ولا هذا، ونعاود نعطيهم الغد ليه ثاني مع 7 ولا مع 8. المهم ملي كنعاود ندخل ثاني كندير الدوره ديالي الماء وداك الشيء اللي داخلي خاصني ندير، وديك الساعه كنبدا نعطي الباطي ولا نعطي الماء. اذا هنا ملي كنعطيه مع 8 راه غيبقى النهار كامل، اذا خصني نعطيه بكثره، لكن ما يمكنش نعطي كل شيء بكثره، نعطيه في هاد في هاد في هاد الطويصه هادي. هاد الطويصه هادي ها هي دابا فيها الباطي راه درت عطيتهم، ولكن كنزيد لهم طاسه اخرى ها هي اللي شويه كبيره، هاد الطاسه اخرى اللي شويه كبيره باش انك يبقى مهوي. الهدف هو ان يكون لير دير انت الهواء في هذاك البلاصه، لان لا ممكن نعمر انا هذه حتى الفم كما كنعمر لهم الزواد، نعمر لهم هذه حتى الفم، ولكن نكون على يقين ملي تعمر حتى الفم تجي رجع مع 12. دابا عطيتها لهم دابا شحال دابا ديال التسعود مع 12 رجع تلقاها معفنه لتحت وتلقاها داك الشيء لاصق لتحت، سورتو الا كانت فازقه. الا كانت ناشفه راه ماشي مشكل، ولكن حنا كنعرفوا دابا الوقت الوليدات راه كتبغي الانثى توكل الاولاد، خاصها تكون شويه ديال شويه داك الشيء فازق شويه، لان باش 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 كتعاول حتى هي. بالنسبه للمصدر كما قلت العدد ديال الباطي خصو يكون كثير، لكن نحاول نوع انا نحاول نوع المصدر ديالو، زعما ندير جوج لهاد البلايص خصوصا ملي كيكونوا الاولاد. بحال دابا الاولاد حنا دابا كنشوفوا الاولاد ها هما طايحين طاحوا من العش، هاد الاولاد هادو راه كاينين عندهم مصدر، عندهم هذيك الطويصه البيضاء كما قلت قبيله باش يمشيو يشوفوا بحال والديهم، وعندهم هنا الا بغاو يطلعوا الا قدروا يطلعوا عندهم هذيك الطاسه اللي معلقه في اللور، وهما راه داك الشيء راه نورمالمون فيه الكميه اللي غيقضيو بها النهار. وكاين الزوان راه الا سالات اليوم راه غيمشيو يدوروا للزوان، الوالدين غيمشيو يدوروا، الولاد راه باقي ما كينقبوش اذا غيمشيو يدوروا للزوان. اذا حتى الى ما عطيتيهمش المصادر مختلفه ديال الاكل، عطيتيهم غير مصدر واحد اولا، بعدا الذكر والانثى بعدا تقدروا كيضربوا، وقدر داك الشيء سالي دغيا ويقدر يعفن اذا كان كثير. اذا هاد النقط راه مهمه جدا ناخذوها بعين الاعتبار، وطبعا حنا هاد الشيء كنوجدوا ليه. بحال دابا انا دابا انا عطيتهم الصباح، دابا رغم ان غدا ما عندناش الصباح، ولكن علاش كنعطي دابا؟ عطيت دابا باش انهم كنحسب لهم بين ما عطيتش البارح، عطيت البارح في الصباح بحال هاد الوقت مره في النهار، وكنشوف شحال ديال الوقت كيدوم. دابا حاليا انا الملاحظه من بعد نعطي الباطي كاين اللي عنده باقي، كان باقي عنده وناشف، من كنخوي داك الطاسه ما كتلصقش، الطاسه ما كتكونش معفنه ما كتلصقش، كنخويها كتخويني شان، كنخوي انا كندير هاد الميكا كنخوي كتخويني شان، انتما راه شفتو راه هو باقي ناشف. هذا الزبل ديال حشاكم ديال البارح. اذا هنا لاحظت انا كاين شي وحدين عندهم ناشفه، اذا خاصني دابا نزيد في الباطي، نزيد في البيض، نزيد بيضان، وانا كندير جوج بيضات ندير ثلاث البيضات ونزيد في الباطي، على اساس الكران جيرمان عندي عبارة واحد، لكن نزيد في الباطي باش هو البير موربيد، على اساس انني باش نكثر شويه الكميه، باش ان هذوك اللي كانت عندهم شويه كتجي هاي سبيس كما كنقولوا ناشفه نلقى مازال عندهم شويه، لان الهدف هو انك من تجي العشيه تلقاو خير واحد شويه اللي باقي، يعني انهم راه وكلوا به النهار كامل، ماشي تلقى كل شيء ناشف. ولكن هادشي كيدار بالمراقبه، راه هادي دابا 4 ايام وانا خدام معاهم، على اساس انني كنعطي مره في النهار وكنعطي ديك الكميه كنشوف شنو كيبقى فيها. دابا ملي غنعطي بالليل راه كذلك، بالليل قبل ما يبيتوا راه غادي يوكلوا الاولاد وغادي يباتوا بداك الشيء، الصباح ملي يصبحوا راه عندهم الصباح تل عندنا الربح الليل، الحراره ما كايناش بزاف، انا دابا عندي هنا في البيت 23 درجه، ما كايناش زعما شي حراره اللي هي مفيطه بالنسبه للبيض ولا هذا، ما نخافش زعما انه يخسر ولا هذا، وزرتو بالليل كتكون الحراره نازله، والصباح ملي كيصبح الحال راه كيبقاو ياكلوا بهذاك الباطي حتى كتجي انت، حتى كتدخل انت عندهم مع الخمسه ولا سته ولا هذا، ملي كتدخل عندهم انت راه كدير الدوره ديالك كتشوف امور كي غاده. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان بالنسبه لهاد النقاط اللي بغيت نبارطاجي معكم، والحمد لله ما تبقى راه طويرات راه هما في صحه جيده، اللي منقز راه منقز، اللي باقي في العش راه باقي في العش،
اللي ما كان بيضه خاويه راه عاود عطيتها ثاني كما قلت راه ضروري البيض خاوي، راه ما كاينش اللي كذا بلي يقول لك لا راه البيض كلشي عامر، هذا ضروري كيكون شي بيض خاوي. كاين اللي عندها خرج عندها غير ولد ولا جوج كنحولوا من كان باقي كنحولوا للجار اخرى وكنعطي نعطي الانثى الوقت باش انها تعاود ثاني تفرخ ثاني، كنحيد ليها زعما دوك الاولاد ديالها الجوج كنعطيهم للانثى اخرى باش كتبقاش عندها الاولاد هي وكتولي دير تفريخه اخرى والحمد لله. الساعة باقي ما فرقش، ان شاء الله كنظل الاسبوع المقبل غادي نبدا بالرازه هما الاولين. الساعة الرازه راني مخليها مع والديهم فارق الذكر مع الاولاد ديالو، كاين اللي باقي ما فارقش الا الانثى باقا كتبيض. لكن الاسبوع المقبل غادي نحيد الاولاد ان شاء الله، هما عمدا بهم الاولين لان هما اللي بداو الاولين في التفراخ. يلا تبارك الله عليكم، ما نطولش عليكم بزاف، صباحكم مبروك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.